وزي على لا تصبر هاي شي السي علال تشاو يدوز واش السي علال عطينا الفلوس اجي والله الا تبع الدرهم وشديت 16 اربع كي داير هي البيع وسرعه لا وخطيه الله خاصك تعطيني هاد الفلوس هادو عطيني دور معايا با العقد وانا تبع 6000 قول لي تبع 6000 يعطيني وحده من هادو تبع 6000 بغيت نسوق البن خليت 4000 هاكا اعطيني وحده من هادو كبا علال عطيني شي وحده من هادو إذن تحية من جديد أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لما كنتم في كل مكان مباشرة من السوق الأسبوعي لأولادي عيش بإقليم الغني من البال كي داير السوق اليوم؟ هو السوق أصحابي هذا تسوينا أصحابي تبعت معاه مع سنين باش نسوق 4000 ولا 2000 زدق نخليه 4000 قاضية عيان أصحابي ما تلاقينا شحال دفعتي أنت؟ دفعت 20000 معاهم زدق 16000 خليت 4000 يعني خسرتي 4000 خليت 4000 وتابعني وراكب 2000 وشاري باقيه ديال القار ب 800 وفاطر ب 400 وما تصدي با على الف المجموع ها شحال خاسر ورا خاسر 8000 ديال مزيبي درك باقا تابعني الخضره باقا تابع 5000 فراخ ديال المصين ما داك 6000 فراخ وزيد 6 سوق الاثمنه با على اليوم شحال وصحابي تنزل حولي ولا حولي وارخص حولي السنه كاينه 60 ديال 70 واني راه عاد يشري الحريبي وتيبقى يسوق فيها هذاك اللي باعها وقرا باغي يديها ماكله الاخرى قالوا لنا السوق باللي رخص شويه كسابه رخيص دار السوق شويه دار السوق دار السوق قول ماكله صاحبي العلف غالي فسره دايره 2000 22 وعبد الرحيم الزيري هاو واحد دايره تتسوي هذا هو مين هذا هو مين ما كاين سي عبد الرحيم السوق اليوم سابقا السوق اخويا راه دار مع هاد الشمس والماكله غاليه البال داير 600 700 فاصل حق 1800 والسلح اللي برا ما كاينش راه واخا باش ارخص فجلاتي دويره في السوق اليوم عبد الرحيم شحال ارخص حولي واغلى حولي متوسط الحولي تو راه هو كل راه واخا تيقولوا غالي راه واكل راه واكل الحولي راه الحولي ياكل 400 في النهار ديال قليله ايه 20 درهم ياكلها في النهار باش تهلا ياكلها ياكلها الشتا هي قاش الماكله غاليه شحال دابا وصل اغلى حولي الثمن الحولي لا على حساب الغلم اللي كاينه ود كاينه 60 70 كاينه 60 70 اللي بغا يذبحو 80 حتى هي كاينه كاينه 90 هذا هو هذاك إذن مازال معكم متابعينا مشاهدينا متابعينا الكرام دائما في الجولة في السوق الأسبوعي رحبة الغنم بأولاد عيش سماكم كيف السوق اليوم أخويا؟ ها؟ الثمن ديال السوق ما تحشمش ها؟ أول حاجة يقول لنا هاش كي داير السوق اليوم؟ ما عرفت ما السوق الأثمنة ديالهم ما عرفت ما عرفت ها؟ كساب مرحبا ياك هي ما بغيت لا ما يبغيش يدوز ما بغاش قول لي قلت لي قبيله بانه غاليه شويه غلا فين 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 تيكمل شنو هو يعني غلا فاش السوق اليوم الجمعه تيكون ناضي للسوق تيشوفوا اليوم كاين الضباب كاين الغلا شويه هاد الايامات القاضيه كلها راكده وكل السوق ما مقادين السوا هاد الشيء اللي كاين غادي نطلبوا من الله شتي شويه حنا تنترزاو ان شاء الله ياك ما يكون الصب ان شاء الله في هاد الايامات ان شاء الله في هاد السيمانه الله ما تيبغيش ما تيبغيش السلام عليكم ان شاء الله بخير انا ما كنا معاك 45 اوري ها 45 ورينا هذا شنو واش سباعي ولا ثني ولا رباعي ولا سنان الحليب ونشوف هذا مجموع اوري مجموع عادي مو صغير شمو صغير هذا الحولي قول لي يعني دابا شحال كطلب انت بالضبط؟ شحال شريتي؟ شاريها ب 40 شحال كطلب؟ غادي يخليك تقولوا 44 43 ما كاينه حتى حاجه يعني تقدر تبيع بخطيه؟ لا ما نقدر نبيع بخطيه لا ودي ما نبيع بخطيه الله يحفظها الله يحفظها ودي ما الخطيه لا بغينا احنا خبيز شحال اغلى حولي اليوم في السوق تقريبا؟ لا لا السوق داير السوق داير السوق رخيص السوق رخيص عقب رجع السوق كان الغرون السوق عقب رجع الله يرحمنا الله ما يسير الحمد لله
واش قلتي لي اخويا؟ قلتي لي شي حاجه؟ لا ما الحاج شحال هادشي؟ لا ما عرفتش هذيك الثمن ديالها. ولكن ديالك انت 36. نشوف واش 36 باقا واش سنا الحليب ولا الجموع هادي؟ لا دي جامع. ها؟ جامع شوف راه بنت حداها راه. اوكي شحال كتلف هادي وانت؟ 35000. شحال غتكون شاري انت؟ ولا بشحال غتكون معلم؟ هادي راه اش غادي نقول لك؟ راه الالف راه غالي. انا هذاك الشيء طالع. شحال طلعت عليك؟ هي هذاك الشيء ما نحسبوش حنايا هذاك الشيء ديال باش طالع كاع. حنا تنمشيو على حساب النيفو ديال السوق. هيا خويا راه العلب غالي وماشي غالي. هذاك الشيء اللي كاين. والله شنو يا خرا؟ والله الله يروينا الله تعالى على الشتا. انا خسرت داك الشيء ميت. نترجعوا الله. اللهم امين. شكرا. اذا مازال معكم متابعينا مشاهدينا الكرام في هذه الجوله دائما. ما تطربوش غيقول لنا شنو اللي كاين في السوق اليوم. الثمن كاين السكر رخا بزاف. شحال دايره هذيك؟ 34 والد خروف. والد خروف 34. واو شحال عطاوك فيها؟ هذا 34. 34 ما عرفتيش شحال عطاك؟ نقول 40 ما جابهاش الله. 40 الا ما جابش الله 40 شحال؟ رجع للدار. رجع 40 زيد تعلم في المغرب وما جات له. تنسيبو الله يرحم فينا الله. الله يرحم فيه. اللهم يسلم. شكرا. اذا متابعينا مشاهدينا الكرام ما سمعتش الأثمنة ديال السوق ديال رحبة الغنم بولاد عيش بإقليم بني ملال إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها. مع تحيات أخوكم طارق دائما. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.